الملف، نتحدث عن مع رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي جروب. رائد أهلا بك معنا. يعني واضح حالة الذعر اللي عم بتسيطر على الأسواق الآن وتقليص لشهية المخاطرة. اليوم إذا ما عدنا يعني لنفس عام 2014 اللي عم توصل إليها أسعار النفط تحديدا اليوم لمستوى قريب من 103 دولارات، في نفس هذا العام كنا شهدنا نفس ربما العقوبات الأمريكية التي فرضت على روسيا. إلى أي مدى ممكن أن يتكرر برأيك المشهد منذ ذلك العام لنفس ما يحدث بهذا التوقيت؟ طبعا التاريخ يعيد نفسه ميساء، نحن نعلم هذا الشيء، والمشاركين في الأسواق يتبعون نفس النماذج خلينا نصح التعبير. فبالتالي من المرجح جدا أن يواصل النفط مزيد من الارتفاعات وأن يحقق ارتفاعات أكبر، حتى لأن الفرصة مواتية أكثر. يعني لدينا عدة عوامل كانت دعمت أسعار النفط قبل أن يكون لدينا أصلا يعني التوترات الجيوسياسية، وهي العوامل التضخمية التي بدأت فيها أسعار النفط الارتفاعات خلال تعاملات العام الماضي واستمرت خلال تعاملات هذا العام كذلك الأمر. بالتالي مستويات مثل 103 إلى وصولاً حتى 120 دولار للبرميل هي واردة جدا، خصوصا مع هذا الخطر الشديد الذي يعني يواجه الأسواق العالمية بشكل عام. نحن نعلم أن أوروبا تعتمد في الطاقة بأكثر من 41% على روسيا، وكذلك الأمر يعني على الغاز الروسي. بالتالي الطاقة إجمالا معرضة لارتفاع حادة جدا إذا كان الغاز تم إغلاقه من قبل روسيا، وبالتالي ذلك سيعطل إمدادات الطاقة إلى القارة الأوروبية، وهنا قد نشهد يعني حالة مأساوية جدا في الأسواق. طبعا طبول الحرب التي تدق حاليا وأعتقد تأثيراتها سوف تطال لفترة ممتدة بعض الشيء خلال تعاملات هذا اليوم ويوم غد، وسوف يكون هناك يعني دراما أكثر في الأسواق. إلى الآن نحن نتحدث عن انخفاضات تقريبا 2.5% بالـ S&P 500، داكس عند أدنى مستوياته في عام، لدينا المزيد من التراجعات على اليورو الذي فقد أكثر من 6% حتى الآن أمام الدولار الأمريكي، وكذلك الأمر لدينا ارتفاعات في الذهب الذي أضاف في ساعات قليلة ما يقارب الـ 30 دولار على الأونصة. بالتالي يوجد هناك بانيك، وكما ذكرتي الفيكس عند مستوياته الأعلى في عام. بالتالي الأمور نوعا ما مخيفة وتشير إلى يعني سوء أكثر إذا ما كان هناك مزيد من التصعيد. نعم، هل ممكن نشوف الأونصة عند 2000 دولار ويتكرر المشهد مع هذه المخاوف رائد برأيك؟ يعني ما احنا قريبين جدا اصبحنا من هذه المستويات، ليس من المستبعد على الإطلاق او 60 دولار فقط. هذا الأمر يحدث وبسرعة جدا ميسا، نحن تحدثنا عن 30 دولار تم إضافتها خلال ساعات قليلة، شهدت الأسواق في العام الماضي كذلك الأمر بعض التوترات الجيوسياسية التي أضافت ما يقارب 60 دولار. يعني كما نستذكر عن مقتل قاسم سليماني أضاف الذهب 60 دولار في ليلة واحدة بمثل هذه التوترات. إذا الآن نتحدث عن يعني عن عملية الحرب التي تحدث بين روسيا وأوكرانيا، وهذا من شأنه بلا شك أن يضيف على سعر الأونصة أكثر من 70 إلى 80 دولار خلال ساعات قليلة، والقلق يكون أكثر إذا ما كان هناك حديث عن إغلاقات مؤقتة في الأسواق بنتيجة يعني ملامسة السيركت بريكر أو ما يسمى بالإغلاق المؤقت نتيجة الانخفاضات الحادة، وارد جدا مع الأسواق الأمريكية، هذا غير موجود في الأسواق الأوروبية والبريطانية بعد. اليوم ما هي العملات التي قد تستفيد اليوم من أزمة، يعني بما أنه أغلب الصناديق الآن عم تتجه للملاذات الآمنة، ما العملات التي يمكن أن تستفيد من هذه الأزمة الروسية الأوكرانية رائد؟ أعتقد المستثمرين حاليا يأخذون مجموعة أصول كملاذات آمنة، على رأسها الفرنك السويسري والين الياباني. أعتقد الفرنك السويسري ميال أكثر إلى أن يكون هو ملاذا آمنا أكثر حقيقة من الين الياباني في الوقت الحالي، نتيجة لاختلاف السياسات النقدية الموجود. وفي نفس الوقت رأينا اليورو فرنك السويسري كيف أنه يعني ينخفض وبشكل حاد جدا، وذلك نتيجة الطلب الكبير على الفرنك السويسري في الفترة الحالية. كذلك الأمر
الأمر لدينا الطلب على كما ذكرنا الين الياباني موجود حاليا كأحد الملاذات الأمنة. وأيضا لفت انتباهي أن هناك يعني المستثمرون يأخذون ملجأ أو ملاذا الفوتسي 100 الذي في معظم تركيبته حاليا مثقل بشكل كبير بشركات نفطية، وبالتالي ذلك ساعد على استقراره وميله للارتفاع. حتى أعتقد يعني خيارات الملاذات الآمنة أكثر اتساعا بعض الشيء بالنسبة للمستثمرين، وبلا شك أي مهرب هو يعني حاليا للمستثمرين هو بنتيجة خوف من مزيد من التوترات وتصعيد، وبالتالي يجب خروج من أسواق الأسهم اللي هي أصلا كانت يعني توصف في بعض الحالات بأنها مبالغ فيها وبعيدة جدا بقيمتها السوقية عن القيمة العادلة بنتيجة المخاطر التضخمية الموجودة. بالتالي عندنا فرنك سويسري، عندنا ين ياباني، وعندنا فوتسي 100 إضافة إلى الذهب والفضة. نعم رائد، البعض يرى بأنه قد لا تخرج يعني تأثيرات هذه الأزمة عن المحيط المحلي لأوكرانيا وأوروبا، يعني هل هناك تخوف لمعدلات النمو على الاقتصاد العالمي، خصوصا إذا ما علمنا أنه مساهمة يمكن يعني الاقتصاد الروسي بالناتج المحلي العالمي لا تتخطى 1.7%، هل سيكون هناك تأثير كبير على معدلات النمو؟ بريطانيا 4%، نحن بنعرف أنه النمو الناتج المحلي أو الناتج المحلي العالمي هو في ثقلين أساسيات هي الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي، ولكن تأثيراته تمتد إلى دول أخرى، وبالتالي أي انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الروسي أعتقد سوف يكون له تبعات، وهذه العقوبات سوف تضر أيضا في عديد من الأطراف الأخرى. في الوقت الراهن هي عقوبات واضحة وصريحة، ولكن تؤثر على النمو العالمي بشكل عام، ومزيد من هذه التوترات الجيوسياسية بلا شك سيعطل عجلة النمو اللي أصلا كان هو مؤثر عليه بشكل كبير، أنه أنا عندي تضخم يأكل النمو أساسا ويجب أن يتم استيعابه من خلال تشديد في السياسة النقدية ورفع في أسعار الفائدة وتوفير الفرصة الخالية من المخاطرة. بالتالي ما يحدث حاليا ليس أنه أعتقد سيتعدى وبلا شك، وخصوصا إذا كان هناك أطراف جدد في هذه التوترات السياسية، وهنا أعتقد البلود باث أو حمام الدم الذي قد يحدث في الأسواق يعني سيكون كبير وسيء جدا. نعم ونشكرك رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا ميسر.